رضا شتا المستشار الاعلامي المصري في برلين سابقا. دكتور رضا اهلا بحضرتك معانا في مساء القاهره، اتفضل. اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بحضرتك، اتفضل. تمام، متشكرين قوي انكم فعلا بتبحثوا هذا الموضوع الغايه في الاهميه. واخد بال حضرتك؟ اتفضل حضرتك. لكن لابد ان يكون تضع النقط على الحروف فعلا فيما يتعلق بدور الهيئه العامه للاستعلامات. نتمنى ذلك، يا ريت حضرتك تساعدنا في ذلك. دور الهيئه العامه للاستعلامات دور في غايه الاهميه. كنت انا بهدم الهيئه في الوقت الحاضر، ده قضيه ثانيه. كنت انا بهدم الهيئه في الوقت مين الحاضر اللي بيهدم؟ مين اللي بيهدم الهيئه العامه للاستعلامات؟ على المستوى العام. ازاي؟ المسؤول عنها. المسؤول عن الهيئه. المسؤول عن الهيئه بيهدم الهيئه؟ بالظبط كده. ازاي؟ طبعا حضرتك هو دلوقتي الهيئه زي ما سمعت طبعا من الزميل قبل كده ان الهيئه دي كان 32 مكتب في الخارج، النهارده صفوها على 16 مكتب. 11 طبعا عدم تقدير على 17 مكتب. طبعا عدم تقدير لدور الهيئه. نعم. اذا كنا فعلا مقدرين دور الهيئه انه ليس له اهميه نقفلها ونسرح الناس اللي فيها الموظفين سواء كان في الخارج او في الداخل. لكن اذا كنا على يقين بان هذه الهيئه لها دور في غايه الاهميه اكيد الحل بقى ان انا اطور في ادائها واطور وادرب المنتمين للهيئه، ولا الاقي ان يعني مش بيقوموا بالدور فاخد الحل السهل واقفل المكاتب لغايه ما اوصلهم ل 11 مكتب. هو ده الكلام المظبوط اللي حضرتك بتقوليه، ان انا اطور الهيئه، ادور العاملين فيها واحسن اختيارهم. خدت بال حضرتك؟ وطبعا كان في الكلام دلوقتي عن من يقوم بدور رؤساء الهيئه، رؤساء المكاتب في الخارج، هل هم من الخارجيه او من هيئه الاستعلامات او من الصحفيين؟ انا ليس عندي مانع ان الخارجيه تقوم بدورها او ان هيئه الاستعلامات تقوم بدورها، لكن طبعا ان يكون هناك دور للاعلاميين والصحفيين ايضا في الهيئه، ده دور في غايه الاهميه. نعم. ده دور في غايه الاهميه، عشان دور الهيئه اساسا دور اعلامي. انا لما بكون بره في الخارج نعم. انا بخاطب زملائي الاعلاميين اللي موجودين في الصحف ومجلس الاعلام الالماني. كان دكتور ايمن بيقول الكلام ده من شويه. بالظبط كده حضرتك، واخد بال حضرتك؟ فكان في اختيار جميل جدا في الاول ان مجموعه من المراسلين او مجموعه من مدير المكاتب الخارجيه الاعلامات في الخارج من الاعلام ومن الصحفيين، الى جانب الزملاء اللي موجودين في الهيئه نفسها اللي هي القيادات، قيادات جيده جدا، الزميله اللي كانت بتكلمك دي واللي كان تم اختيارها فعلا كاحسن اعلاميه في لندن من العناصر الجيده جدا وخلافها كتير وكتير وكتير. فانا كان المفروض ان انا اطور الهيئه فعلا، امدها بعناصر جيده سواء اعلاميه من الصحف وجهه الاعلام او من داخل الهيئه نفسها، وفي الوقت نفسه برضو اقيمهم واشوف ايه اللي ناقصهم، ولابد ان يكون في تطوير. ما انا لما اشتغلت في الهيئه من 10 سنين ولا من 15 سنه ما كان في اختلاف في وسائل الاعلام وفي طرق الاعلام غير النهارده، فلابد سنه ورا سنه لابد ان يكون هناك تطوير فيما يتعلق. تطوير ازاي يا دكتور رضا؟ التطوير على حسب يعني التطوير سواء كان من ناحيه الكفاءات اللي موجوده، واخد بال حضرتك، تدريبهم تعليمهم، واللي رايح اي بلد من البلاد اذا كان خاصه الاعلامي نعم. لابد ان يجيد لغه البلد اللي هو رايحها. نعم، اشكرك دكتور. ما بعتش المانيا واحد بيتكلم فرنساوي او انجليزي. نعم. ما بعتش لندن واحد بيتكلم فرنساوي او انجليزي أو الماني. كل بلد والله في كده اعتقد، واكتر من كده ممكن نبعت لندن واحد ما بيعرفش يتكلم ولا فرنساوي ولا انجليزي ولا يعني حاجه يعني. اه بالظبط كلام حضرتك. شكرا دكتور رضا شتا المستشار الاعلامي المصري في برلين.